روى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. خلي بالك، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس، اسمع، آمن الناس كلهم أجمعون. شايف تعبير النبي في الثلاث كلمات دول؟ آمن الناس كلهم أجمعون، الناس كلهم أجمعون. قال: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، خلي بال حضرتك، طلوع الشمس من مغربها، طب والتانية؟ والدخان. ايه الدخان ده؟ هنقوله دلوقتي بسرعة. والتالتة الدابة. ثلاث ايات. اذا خرجت اية من الايات الثلاثة دول مفيش توبة، لا الكافر ولا المسلم عاصي، خلاص. طلوع الشمس من مغربها، تمت، يلا بسرعة، لسه الشمس ما طلعتش من المغرب ولسه الروح ما زالت لم ترتقي الى الحلقوم. في مسند احمد بسند صحيح من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يقبل التوبه من احدكم ما لم يغرغر، لسه الروح ما بلغتش الحلقوم. وده ما فيش تعارض مع القران اطلاقا، لان انت لا تدري ما هي اللحظه التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروح منك التراقية او الحلقوم. الان ان الله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الباب مفتوح، لا زال الباب مفتوحا للمذنبين العصاة من أمثالي. يلا بسرعة، والله الآن الآن. انت مستني ايه؟ انت مستنية ايه يا اختي؟ انت منتظر ايه؟ الآن لم تطلع الشمس من مغربها، لا زال في الوقت فصحى. يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ اين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا اسير المعاصي، الا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير المعاصي، أما تخشى من الهاوية؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا زال في العمر فسحة، لا زال في العمر بقية. يلا بسرعة، والله العظيم لا يضمن أحدنا متى سيموت ومتى سيرحل. لا تسوف، سوف أتوب، بلاش سوف دي، بكرة هتوب، بلاش بكرة دي، لا الآن جدد التوبة. وانت حضرتك معايا بتسمعني دلوقتي، عاهد ربك على ترك المعصية، عاهد ربك على ترك الذنب، عاهد ربك على فعل الطاعة، عاهد ربك على ترك الربا، عاهد ربك على بر والديك، عاهدي ربك على لبس الحجاب، على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، على الإحسان إلى الجيران، على إتقان العمل، على أن نشهد لهذا الدين شهادة قولية وقلبية وخلقية. عاهد ربك على أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد. فإذا جاءك الموت في أي لحظة من اللحظات سعدت في دنياك وأخراك. أيا عبد كم يراك الله عاصيا،
حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي.